إذا بنتكلم عن الاستجواب السابق حق رئيس الوزراء، يعني أنا بتكلم عن نفسي وعن الإخوان بالكتلة. إحنا ترى يعني رأينا كان واضح بعد تقديم الاستجواب، وبياننا كان واضح إحنا الستة في مسألة نص المادة 98 بعدم تقديم الحكومة برنامج عملها. فبالتالي أنت اليوم تسألني بعد أسبوع أو أسبوعين متى ما انعقدت الجلسة وتقدم استجواب، أنا أقول لك اليوم لا أدري شنو الاستجواب ولا أدري شنو محاوره، وبقول لك راح أوافق عليه أو ما راح أوافق، ما أدري. يعني بس اسمح لي بشرعان، قد يكون في استجواب والحكومة التزمت في كل المتفق معاهم في البيان، لكن الاستجواب مستحق في مسألة فساد مالي، في مسألة يعني بس عشان النقاط السابقة، يعني مو شيء مستحدث. استجواب حق رئيس وزراء حق نقاط سابقة مثل بعض المحاور ما انحلت الاستجواب السابق، صح ولا مو صح؟ ما تغيرت بعض المحاور؟ لا تغيرت يعني محور راح تغير. لا حتى الحين إذا أنت بتتكلم من ناحية الدستورية، هو الحين تشكيل جديد، اي فأنت قاعد يعني فرضية ما أقدر أجاوب عليها ولا أقدر أعطي رأي مسبق لأن أنا ما شفت الاستجواب. خلني أشوف الاستجواب وأنا أقول لك ممكن يعني شنو أكثر من كذي. طيب في حال إذا كان الاستجواب على نفس المحاور، نفس المحاور الثلاثة، هذا الموضوع أستاذ بطلال ما راح أقول وياه. إذا هو التزم في القوانين المتفق عليها في الجلسة الأولى، لا ما راح أكون وياه في نفس المحاور.